انا فين مواطن جزائري؟ انا فين عندي جنسية جزائرية؟ علاه ما عنديش حق باش نخدم؟ في سابقة مؤسفة ببلدية عريب ولاية عين الدفلة، قرر أحد المواطنين وضع كليته للبيع بسبب الوضع المادي الذي يعيشه رفقة عائلته وعدم قدرته على دفع تكاليف علاج زوجته وابنته. ما عنديش، ما كانش مصروف، ما عنديش. أنا يقولك الزوجة تاعي ما لقيتش باش نديها طبيب، ما لقيتش والله، ما عندي، ما كانش. بنتي تقولي جيب لي ألعاب باش، ما كانش. على هذيك فكرت وجمعت العائلة وقررت باللي نبيع الكلية تاعي. ما قبلوليش بصح، لكن أنا ما الله غالب، ما باليدي حيلة، ما عنديش حل واحد آخر. المنظمات الإنسانية ببلدية عريب وجهت نداء إلى المؤسسات الاقتصادية وأهل الخير للتكفل بقضية عمار يوسف بلال. حق وين يقول نتبرع بالكلوة تاعي؟ أنا كمنظمة إنسانية ولجنة ولاية في عين دبلة ما قدرتش. هو يتمنى يكون يسيب عامل في الملبنة تاع عريب. نطلبوا منه أنه إذا قدر في حدود المعقول، في حدود المتوفر، أنه يوفر له عامل قار من أجل أن يصون الكرامة تاع هذا الشخص في ظل هذا الوباء المنتشر. مانيش نطلب أنا حاجة مستحيلة وراني نطلب في حاجة كبيرة، ولا والله العظيم الفطور نصيب العشاء ما نصيبش، على الحق للدرجة. كنا خدام كي جات الجائحة تاع كورونا هذه، الله غالب، هما مع الحجر وين وصل الدين فيها 12 مليون، والله غير 12 مليون. نهبط وليت عريب ما ندخلهاش، والله ما نهبط لعريب، والله ما نروح. وتجدر الإشارة إلى أن بلال سبق له أن نشر فيديو مسجل يطلب المساعدة وبحثه على منصب عمل بعد تضرره من الحجر المنزلي وتوقفه عن العمل، لكنه لم يجد آذانا صاغية.